السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اصابة الفنانة الجميلة ميرفت امين بانهيار عصبي حاد ونقلها للمستشفى في حالة صعبة جدا. ايه اللي حصل وتفاصيل حالتها الصحية وتدهور تام في حالتها يا جماعة من وقت وفاة صديقة عمرها دلال عبد العزيز وايضا رجاء الجداوي؟ مداخلة تليفونية طبعا اتعملت من بنتها اللي هنشوف قالت ايه لعمرو اديب، منا بنتها وبنت الفنان طبعا حسين فهمي. تفاصيل كتير معايا في الفيديو، خلينا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. مفيش شك ان فراق الاصدقاء بيكون ليه عامل صعب قوي قوي في حياتنا، خصوصا لما يكونوا كانوا ثلاثة لا يفترقوا تماما، دلال وميرفت ورجاء، بجد ما كانوش بيفترقوا ابدا. من وقت وفاة رجاء الجداوي كانت دلال عبد العزيز وميرفت امين متواجدين طول الوقت مع بعض. طب بعد وفاة دلال عبد العزيز ميرفت بقت وحيدة، فعلا بقت وحيدة. حتى هي قبل دخولها المستشفى قالت في احدى الحوارات او احدى المداخلات التليفونية ان هي حاسة بالوحدة من بعد وفاتهم، ان هي ما بقتش حابة الحياة، ان هي طول الوقت فاكراهم، بتسترجع مع بعض الذكريات، انها بس تألف في الصور اللي كانت بتجمعهم. بصراحة يا جماعة فعلا ما كانوش بيفترقوا في جنازة، في فرح، بيقدموا واجب، طول الوقت كانوا مع بعض. لكن بعد ما توفوا فأكيد هي بتمر بحالة صعبة. بنتها منة طلة دخلت فيه، عملت مداخلة تليفونية واتكلمت وقالت ان والدتها حاسة بالوحدة وحاسة بالحزن، وسبحان الله اكن الروح بتتسحب منها. قالت كمان ان مفيش حد من الوسط الفني تماما بيسأل عليها، وانها ملهاش اي علاقة باي حد في الوسط زي ما كانت علاقتها بدلال ورجاء. قالت كمان ان تم نقلها للمستشفى، دي تالت مرة تدخل المستشفى من بعد وفاة دلال عبد العزيز. بتطلع من المستشفى برضو حالتها سيئة، ولكن بنحب كل شوية نطمن عليها. حاليا هي متواجدة في المستشفى بتعاني من انهيار عصبي حاد، وده طبعا اكيد يا جماعة التفكير وحده، انها حاسة ان اصدقائها ما بقوش جنبها، خصوصا لو كانوا بينهم العشرة والصداقة اللي كانوا عليها. مش ممكن حد يكون صديقك بجد يكون اقرب ليك من اي حد في الدنيا، ده فعلا اللي كان بيحصل بين دلال عبد العزيز وبين ميرفت امين. طبعا ربنا يصبرها اكيد ميرفت امين ويصبر بنتها. بنتها بكت بكاء شديد جدا وكانت منهارة، قالت انا ماليش غيرها، ربنا يخليها لي، انا بجد من غيرها حاسة ان ماليش حد. كلنا عارفين ان منة دي بنت الفنان حسين فهمي، ولكن حسين فهمي شخص متصابي، يعني كل شوية يتجوز واحدة ويطلق واحدة، مش عايز يحس بالعمر، انا بحس كده، واقاويل كتير بتقول عليه كده. طبعا طبعا ربنا يديله الصحة، هو ملهي بحياته بعيد عن ميرفت امين لانه هو طليقها، وبعيد كمان عن بنته منة خصوصا في الفترة الاخيرة. منة طلبت لوالدتها الدعاء وقالت هي في امس الحاجة لدعائكم انها ترجع زي الاول. ولما اتسألت عن دنيا وإيمي سمير غانم قالوا هم الله يكون في عونهم، هم مش قادرين حتى يسألوا على حد لأنهم هم محتاجين اللي يسأل عليهم، وضعهم هم كمان صعب قوي قوي من بعد وفاة والدهم ووالدتهم. اكيد برضو يا جماعة هي صعبة عليهم، ويمكن اكتر كتير لان دي والدتهم ووالدهم اتوفوا في فترة قصيرة بينها وبين بعض. ربنا طبعا يرحمهم، وان شاء الله نشوفك يا ميرفت امين في اتم الصحة وافضل حال. ادعوا لها كتير من فضلكم. شكرا جدا.